سلمى، بداية فقراتنا لليوم رح نحكي فيها يمكن عن موضوع بنسمع عنه بشكل كتير كبير، الطلاق يلي هو عم بيكون يمكن بعيد كل البعد. سلمى، عن انصاف المرأة وحتى طفلة، قصص كتير وخلافات بنسمع عن الحضانة والنفقة يلي مثل ما بنعرف بدون ما نغوص يمكن بتفاصيل القانون، هذا الشيء المعروف سلمى والمشاع انه هو يمكن ما في اي انصاف او بيعطي حقوق للمرأة. كيف تعدلت القوانين وهل تم انصاف المرأة في موضوع الطلاق تحديدا؟ رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذة المحامية فرح جريشي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أستاذة فرح. صباح النور، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة. بالبداية خلينا اليوم رح نحكي أكثر تفاصيل عن موضوع الحضانة، خلينا نعرف الحضانة لغة قانونا وشرعا. الحضانة من ناحية اللغة هي تأتي من المصدر حضنة بفتح الحاء وليس بضمه أو كسره. الحضانة من ناحية اللغة هي من مصدر حضنة، فنقول حضنة الطائر بيضه أي جعله تحت جناحي، وحضنت المرأة صبيها أي ضمته إلى حضنها. الحضانة من الناحية الشرعية، من ناحية التكليف الشرعي لها، فالحضانة واجبة شرعا. والحضانة من الناحية الشرعية هي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته على ما يصلحه، فالحضانة من الناحية الشرعية هي واجبة شرعا، لأن المحضون قد يسبب له الضرر والهلاك في حال لم يتم احتضانه وحفظه. أما الحضانة من الناحية القانونية فهي الالتزام بواجب رعاية الطفل ضمن مدة معينة ممن يحق له في الشرع حضانته. أستاذة فرح، لما نحكي عن أحقية الحضانة، على أي أساس تعطى الحضانة للأب والأم؟ وشو هو العمر اللي نحن بنقول ممكن يبقى الطفل أو الطفلة مع الأب أو مع الأم؟ هلأ هذا سؤال موسع جداً، بدنا نحكي بس أول شيء هو الأكثر شيوعاً، يعني اللي بنشوف كثير في يمكن لغط حوالي هذا الجواب. تمام. هلأ في حال قيام الحياة الزوجية فالحضانة تكون للأم والرعاية يكون للأب، أما في حال حدوث فرقة فهون قانون الأحوال الشخصية بالمادة 137 حتى المادة 151 قام بتنظيم أمور حضانة الطفل. بداية انتبه الفقهاء والعلماء إلى أن الطفل في سن معينة من سنين حياته يحتاج إلى العطف والحنان، فرأوا أن النساء هي الأكثر أحقية بهذا الموضوع، حيث النساء لديها من العاطفة والحنان ما تعطيه للطفل. فقانون الأحوال الشخصية القديم أعطى للمرأة لجميع النساء من الأقارب الأحقية بالحضانة قبل أن تنتقل الحضانة إلى الرجل أو إلى الأب أو إلى باقي الذكور. لكن قانون الأحوال الشخصية الجديد أنصف الأب من هذه في هذه الناحية. سأتكلم الآن عن ترتيب الحضانة. الحضانة بداية تبدأ بالأم، إن لم توجد الأم ننتقل مباشرة إلى الأب، إن لم يوجد الأب ننتقل إلى الجدة لأم مهما علت، ثم إلى الجدة لأب، ثم إلى الأخت الشقيقة إن لم توجد إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم لبنت الأخت الشقيقة إن لم توجد بنت الأخت لأم، ثم بنت الأخت لأب، ثم إلى الخالات، ثم إلى العمات، وإن لم يوجدوا جميعهم فإننا ننتقل إلى العصبات من الذكور حسب ترتيب الإرث للمحضون. طيب أستاذة فرح، خلينا بالبداية، حضرتك قلتي أنه القانون الجديد أنصف الرجل. هلأ المتعارف عليه أو اللي بنعرفه بنسمع عنه شائعا بأنه الطفل الصغير لسن معين بيكون بحضانة الأم إذا ما كان في حالة وفاة، إذا كان فقط في حالة انفصال، وبعد سن معين يحق للأب أن يأخذ الحضانة، والأعمار تختلف بين الذكور والرجال. خلينا بس نذكر بالأعمار وإيمت، وهل في حالات تختلف فيها؟ يعني بنقول لا، حتى لو كان هو بعمر الحضانة بهذا العمر لا، الرجل يأخذ الحضانة ليست الإمرأة. إمتى تسقط الحضانة يعني؟ في الحقيقة ساوى قانون الأحوال الشخصية الجديد بعمر الصبي والبنت في الحضانة، فالآن حسب قانون الأحوال الشخصية حين إتمام الطفل 15 عاما تبقى الحضانة للأم، وبعد 15 عاما يخير الطفل بين أبويه. لكن يجب علينا أن ننتبه هنا
إلى أن المادة القانونية قالت حتى إتمام الذكر والأنثى 15 عاماً وليس البلوغ. يعني مو مجرد ما يبلغ 15 عاماً تسقط الحضانة عن الأم ثم يخير الطفل بين أمه وأبيه، بل بإتمام 15 عاماً ودخوله في 16 فهنا يخير الطفل بالحضانة بين أبويه، ويقوم القاضي الشرعي بتخييره ويختار الطفل من يريده حتى وصوله إلى سن الرشد. أنت بتسقط الحضانة عن الأم، خلينا نعرف بالتفصيل عن هذا الموضوع، وفي حال كانت الحضانة لأحد الأبوين بيقدر يسافر خارج الجمهورية العربية السورية أو ممكن يكون في موانع الحضانة؟ هلأ قبل ما نحكي عن موضوع إسقاط الحضانة إمتى بتسقط، بدي أحكي عن الشروط اللي لازم تكون متوفرة بالحاضن لحتى نعرف إمتى بتسقط الحضانة. بالنسبة للشروط العامة سواء للأم أو للأب أو سواء كان الحاضن ليس أم وأب من الذكور أو من الإناث، هناك 5 شروط عامة يجب أن تتوافر. الشرط الأول هو العقل، أن يكون كامل الأهلية. ثانيا البلوغ، أن يكون بالغا. وهنا يأتي السؤال، هل ممكن أن يكون الحاضن يكون غير بالغ؟ نعم، قد يحدث طلاق بين الأبوين ويحدث وفاة، فنحن تكلمنا مسبقا أن الحضانة تنتقل للأم، الأم متوفية، الأب متوفي، الجدة متوفية، الجدة لأم أو الجدة لأب متوفيين، هنا تنتقل الحضانة إلى للأخت الشقيقة، قد تكون الأخت الشقيقة غير بالغة عمرها 16 عاما، فهنا لا يحق لها الحضانة. إذن تكلمنا عن العقل، عن البلوغ، أن يكون الحاضن خالي من الأمراض المعدية والخطيرة، لأنه إذا كان مريضا فممكن أن ينتقل المرض إلى المحضون وهو سيكون بالفعل عاجزا أصلا عن رعاية المحضون. رابعا أن يكون قادرا على رعاية المحضون ومن الناحية الصحية ومن الناحية الخلقية. خامسا ألا يكون قد حكم عليه بجريمة من جرائم الشرف. في هذه الحالة قد يكون الحاضن أشد خطرا على المحضون من الشارع أو المجتمع. هذه هي الشروط الخمسة. الشرط الذي يجب أن يتوافر في الأم حتى تحصل على الحضانة هي أن تكون خالية من زوج أجنبي. فتسقط الحضانة المحضون ذكر أو أنثى طبعاً. تماماً. تسقط الحضانة عن الأم في حال وجود زوج أجنبي. فقد تكون الأم الآن خالية من زوج أجنبي وتحصل على حضانة الطفل، ومع الأيام تتزوج مرة أخرى بمجرد زواجها من رجل ذو ليس محرم على المحضون، فمباشرة تسقط الحضانة وتنتقل إلى الأب. أما الرجل الحاضن يجب أن يتوفر فيه شرطين أساسيين، أن يكون لديه من النساء من له القدرة على الحضانة، وأن يكون ذو رحم محرم على المحضون الأنثى. في حالة من الحالات ممكن أنه نحن نقول أنه هذا الصبي مقطوع من شجرة، ما في له حدا، لا نساء ولا رجال، لكن توافر لهذا المحضون ابن عم وكان المحضون أنثى، فابن العم غير محرم على المحضون الأنثى فلا يحق له أن يقوم بحضانته. طيب خلينا نحكي، حضرتك حكيتي عن هاي الشروط، خلينا نحكي إمتى بتسقط الحضانة سواء عن الأب أو عن الأم، يعني غير شرط طبعا الزواج بالنسبة للأم اللي تحدثنا عنه، شو هي المشاكل الأخرى اللي ممكن تؤدي لسقوط الحضانة؟ هي الشروط المتوافرة، هي الشروط الخمسة الأساسية اللي حكينا عنها. إيمت ما زال أي شرط من هي الشروط فمباشرة يسقط الحضانة. أنا حكيت عن الأم أنه تسقط الحضانة عن الأم مباشرة بزواجها برجل أجنبي ليس ذو رحم محرم على المحضون، والرجل كذلك مثلا عندما يفقد عقله، عندما يصاب بمرض من الأمراض المعدية، عندما يحكم عليه بجريمة من جرائم الشرف، في كل هذه الأحوال تسقط الحضانة وتنتقل إلى من يليها. يؤخذ بعين الاعتبار أستاذة الحالة المادية للحاضن سواء الأب أو الأم؟ لا، الحاضن لما بيطالب بالمحضون فهو بيكون في عنده القدرة المادية على حضانته، ولكن بقانون الأحوال الشخصية نفقة الطفل على أبيه، فعند حدوث طلاق مباشرة القاضي الشرعي
من حق الحاضن أن يطالب بالنفقة، فالأم من حقها أن تطالب الأم بنفقة للصغير، ولكن للأسف النفقة المقررة في القانون أمام الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها في بلادنا قليلة جدا ولا تكفي، ما تسمح حتى بالحضانة بشكل مريح. سألتك أستاذة عن حالة السفر، في حال رغبة الأم أو الأب بالسفر، كيف بيسمح القانون بهذا الشيء في حال كان الطفل مع الأب أو الأم، وهل في شروط معينة لهذا الموضوع؟ صراحة قانون الأحوال السورية القديم كان منحاز إلى الرجل أو إلى الأب من ناحية السفر، فكان الأب إذا كان يريد السفر بالطفل هو ليس ملزما أن يحصل على إذن من الأم، لكن قانون الأحوال الشخصية الجديد وازن بين الأم والأب، فإن كانت الحضانة مع الأم بهذه الحالة يجب على الأم أن تحصل على إذن من الأب لتسافر بالمحضون إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، وإذا كانت الحضانة للأب يجب على الأب أن يأخذ إذن من الأم حتى يسافر بالمحضون إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن قد يتعسف أحد الزوجين بالإذن فيكون متعسفاً في حقه وتكون من مصلحة المحضون السفر، فهنا الحاضن يلجأ إلى القاضي الشرعي ويطلعه على أسباب السفر، فإذا لاحظ القاضي الشرعي أنه من مصلحة المحضون أن يسافر على الرغم من معارضة الطرف الآخر، فالقاضي الشرعي يعطي الإذن بالسفر. طيب هي إذا عم نحكي خارج الأراضي السورية، تمام. طيب في بعض العائلات بيصير انفصال ولكن بيكون ضمن الأراضي، تمام. من محافظة لمحافظة، أيضا هي الخطوة بحاجة لأذون أو هي طبيعية؟ إذا كان الحاضن الأم أو الأب بده يتنقل بين محافظات لازم يعلم الآخر؟ لا ما لازم يعلم الآخر. خلينا نعطي مثال صغير، أنه في عائلة تعيش في دمشق حصل الطلاق وتريد الأم الحاضن أن تسافر إلى أي محافظة من المحافظات بسبب عملها بسبب إقامتها، فهنا تأخذ إذن من القاضي الشرعي ويعطيها القاضي الشرعي الإذن بالسفر بالمحضون إلى البلدة التي تقيم فيها بشرط تحقق مصلحة المحضون، وهنا يجب على الطرف الآخر الذي يريد رؤية المحضون السفر إليه لرؤيته في مكان الذي يقيم فيه، ولكن الشرط الأساسي هو تحقق مصلحة المحضون في السفر. لما بنحكي عن أغلب للأسف حالات الطلاق بنشوفها هي بنسبة كبيرة يتم الطلاق بحالة نزاع، هون بتكون المشكلة لما بيكون الطفل تحت الحضانة سواء مع الأم أو الأب، في حالة شخص بده يشوف ابنه من ذكر أو أنثى، كيف بيقدر يكون هذا الشيء طبعا تحت راية القانون إذا بنقول بعيدا عن الاتفاق بين الزوجين؟ هلأ الأساس هو الاتفاق بين الزوجين، وهذا المفروض أنه يكون دائما موجود، لكن بسبب في أشخاص تجاوزوا الفترة السليمة بموضوع الاتفاق وصار في الموضوع كيدي، فمثلا أن تحصل الأم على الحضانة وتمنع الأب من رؤية أولاده، أو أن يحدث العكس يأخذ الحضانة الأب ويمنع الأم من رؤية أولاده، أيضا قانون الأحوال الشخصية حدد هذه الأمور جميعها، فيحق للطرف الآخر إراءة دورية في الأسبوع كل أسبوع عن طريق مركز الإراءة، ويتقدم الشخص الذي يريد الإراءة إلى القاضي الشرعي بعيدا عن محاكم الأساس، هي معاملة إدارية، يأخذ قرار بالإراءة. من ناحية الإراءة طفل من عمر يوم حتى عمر 3 سنوات يحق للطرف الآخر أن يراه لمدة 2 إلى 3 ساعات في الأسبوع في مركز الإراءة، بمجرد تجاوز الطفل 3 سنوات من العمر يحق للطرف الآخر أن يراه لمدة 24 ساعة ويأخذه من مركز الإراءة بعد التوقيع على الاستلام، وعندما يقوم بتسليم الطفل مرة أخرى أيضا يوقع على التسليم، فيحق له أن يراه لمدة 24 ساعة حتى أن يحصل على حضانته مثلا بعد 15 عاما، لكن أكثر من 24 ساعة يعني هي الحد الأقصى
للإراقة. طيب أستاذة فرح، كمان يعني بنشوف بالفترات الأخيرة في عنا كتير حالات زواج حسب القانون والشرع يستطيع الرجل المسلم أن يتزوج من غير دينه. إذا تمام. توفي الأب وكانت الأم من غير دين الأب، هل يحق لها الحضانة أم تسقط عنها؟ قانون الأحوال الشخصية لم ينظر إلى الدين، وإنما نظر إلى الأم كأم، كعاطفة، كحنان. قد تكون مثلا الأب مسلم والأم مسيحية، نعم يحق للمرأة للأم من غير دين أن تحصل على حضانة ابنها، وذلك حتى تمام 15 عاما، ولكن شرط أن لا تستغل تنشئة الولد على غير دين أبيه. في هذه الحالة تسقط عنها الحضانة، كأن يقوم الأب بالإثبات أن الأم تقوم بتنشئة الولد على غير دين أبيه. أما إذا كانت الحاضن من النساء فلم تكن أم، كانت خالة أو عمة أو كذا من غير دين الأب، فهنا لا يحق لها حضانة الطفل إلا حتى تمام 5 سنوات فقط لا غير. إذا بنقول عن أحد الحاضنين عنده قرار بالتنازل عن الحضانة للشخص الآخر في حال كان الأم أو الأب، بيسمح القانون بهذا الشيء أستاذة فرح؟ وشو هي الشروط اللي بتتبع طبعا هذا القرار؟ هلا هذا السؤال كثير عم بينسأل بالفترة الأخيرة. بعض الرجال يقومون باستغلال المرأة بعد الطلاق ويطلبون منها التنازل عن حقها في الحضانة. في الحقيقة هناك قاعدة ذهبية تقول أن الحضانة من حق المحضون وليس من حق الحاضن. يحدث لغط كبير بين النساء والرجال على فهم هذه القاعدة القانونية. عندما أقوم باحتضان طفل فأنا أمارس واجبي تجاهه وليس حقي، من حق هذا المحضون أن يحصل على حضانتي. هناك الكثير من الرجال يطلبون من الأم تنازلي عن الحضانة مقابل طلاق، حتى ممكن مقابل أن تحصلي على الطلاق، مقابل أن أنفق على الصبي. هون بصير في خوف وذعر لدى الأم، فنقول لها كيف تستطيعين التنازل عن شيء أنت لا تملكينه، لأن الحضانة بالأصل هي من حق المحضون وليس من حق الحاضن. فمتى ما تنازلت في أي لحظة تتنازل فيها الأم عن الحضانة تستطيع أن تستعيدها في أي وقت تشاء ومتى شاءت. نعم. كمان حكيتي شغلة أستاذة فرح لما كنا عم نحكي عن شرط الزواج، قلتي إنه الأم تفقد حق الحضانة في حال تزوجت، وخصوصا مشان ما يتم يعني يصير في مشكلة بين سواء كان عندها أطفال بنات أو شباب. طب هذا الموضوع ليش ما بيتطبق على الرجل؟ الرجل يحق له أن يتزوج، ممكن يكون عنده شاب وممكن يكون عنده بنت، تمام، ويتزوج ممكن سيدة. هي السيدة ما أنا محرمة على الشاب اللي بده يتزوجه، ليش ما عامل القانون نفس هذا الحق بالنسبة للرجل فقط على المرأة؟ لأن المرأة تدخل على المنزل رجل أجنبي عن المحضون. المحضون قد يكون فتاة أنثى، فهو محلل لها، ممكن أن تحدث طيب بعض المشاكل بالنسبة للأب. ما هو عم يدخل سيدة أجنبية، ممكن المحضون يكون ذكر. السيدة الأجنبية حتى ممكن أنه يكون ذكر. القانون لم ينظر لهذا الموضوع. مشكلة. قانون حلال الأحوال الشخصية تماماً. لم ينظر إلا إذا كون الزوج أجنبي، ولم ينظر إلى كون الزوجة أجنبية. يعني نحن أكيد سلمى بنتمنى يكون في إنصاف كامل للمرأة، لأنه سمعنا عن حالات كتير وسمعنا عن قصص فعلاً هي مؤلمة وتجارب لكثير من النساء بموضوع الطلاق وأحقية الحضانة والنفقة وكثير من التفاصيل. يعني نحن فعلاً نتمنى أن تكون هي مصفة للمرأة. بنقلك شكراً كثير لك أستاذة فرح. أهلا وسهلا. كثير من الأسئلة رح نكملها بحلقات جاية. الله يسلمك، وبتمنى أنه يكون هذا الحوار مفيد وأعطى النتيجة المطلقة. أكيد. شكراً كثير لحضرتك. أهلا وسهلا. شكراً لك.